قد مداخلات أخرى. نمشي اسم من أبرز أسماء كرة القدم في تونس وفي العالم، نعم في العالم، هو لاعب من الجيل الذهبي للكرة التونسية، كان مساهم بشكل كبير في تتويج المنتخب بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2004. نحط اسمه بحروف من ذهب في البطولة الإنجليزية، عمل اون غراند كارير، وحاليا هو مدرب، كانت عنده تجربة مع الترجي الرياضي التونسي، حاليا في السيركل بروج البلجيكي، توج بجائزة أفضل مدرب عربي في البطولة البلجيكية. أكيد عرفتوه، هو صديقي وعنا ساعات هكا نحكيه، وحتى بالهكا سمعتوه يضحك، هذولي عرفتوه على شكون نحكي. رادي جعايدي، صباح الخير، صباح النور. صباح الخير مريم، السلام عليكم، ميرسي بوكو على الكلام، صحة على الانفيتاسيون. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات وضيوفك اللي كانوا موجودين معاك في الاستوديو، وميرسي بوكو، ان شاء الله صباحكم نور. شكرا لك راضي. بيان سور الحدث في الكوت ديفوار، الحدث في افريقيا، انا متاكده لي بلو غران اجون دو جوور لي بلو غران زيكيب في اوروبا عينيهم الكل والكلهم موجودين بقوه في افريقيا، باسكو سي لا و سا سباس. راضي، كيفاش تشوف المنافسه في النسخه الحاليه لكاس امم افريقيا؟ يعني فما حضور منتخبات مرشحه للفوز باللقب ولاول مره، كوت ديفوار، نيجيريا، السنغال، كامرون، مصر، المغرب، الجزائر، تونس طبعا. كيفاش ترى كيفاش تقراها المنافسه؟ المنافسه كبيره ياسر مريم حقيقه، معناتها لو نيفو نتاع ليزيكيب افريكان الكل اون جينيرال تحسن. علاش؟ على خاطر شفنا يعني العشر سنين الاخرانيين فما كان فما تطور كبير في ليزاسبي الكل، نحكيو على سور تيران ولا اون دوار دو تيران، نحكيو على الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي شفنا، ولينا نشوفوا جوارات معناتها اكثر انتجري في الشامبيونا اوروبيان الكبار، معناتها نحكيو على جوار افريكان ني في الافريك وقاعد معناتها يلعب في الاوروب، ولا حتى في الانفراستركتور، معناتها شفنا حتى معناتها ليزيكيب افريكان سابساريان، ما نحكيوش على نور افريك خاطر ديما كان عندنا شويه افونتاج، اما نحكيو على بارابور للتسعينات تحسن برشا لو نيفو نتاع حتى الانفراستركتور، ولا نمشيو نلقاو دي زوتيل معناتها او نيفو، نحكيو على الكوموداسيون، على التيرانات، التيرانات شفتوا البارح معناتها الكوت ديفوار معناتها احسن مثال، شيء معناتها اجواء تاع تنظيم كبيره ياسر، نعرفوا فما معناتها مازال فما سلبيات صغار، ولكن قاعد يتحسن لو نيفو. الكونيكسيون ما بين الكاف الجامعات الافريقيه والفيفا كونيكسيون كبيره ياسر، ولا نشوفوا معناتها حتى في الاستراتيجي نتاع الاورجانيزاسيون ولا استراتيجي نتاع معناتها لي تورنوا كلها ولات معناتها تجي من فوق، فما نوع من الايرارشي منظمه معناتها واستراتيجي واضحه، وذا اللي قاعدين نشوفوا فيه العشر سنين الاخرانيين، خاصه في اللعاب الاخرانيين قاعدين نشوفوا في تحسن كبير ياسر مع لو نيفو كيما قلت لك تكنيك المدرب الافريقي قاعد معناتها يطمح دائما باش يقوم بالنتائج الكبار اللي يخولوا له معناتها باش يطلع المستوى اكثر، قاعد يزاحم في المدرب الاوروبي اللي يجي ياخذ بلاصته في افريقيا، هذوما زاد من المواضيع اللي قاعدين نطرقوا لها وقاعدين يخدموا لها معناتها في تطوير المدربين، وذاك عنده معناتها ان امباكت على تطوير اللاعب معناتها الافريقي اللي شفناه بالطالون تاعو بركه وبالباسيون تاعو بركه قاعد يحقق في معناتها في نتائج كبار، خلي كان نعطيوه معناتها البلاتفورم الكبيره ولا نحسنوا له في البلاتفورم قاعدين نشوف فيها تو. دونك تولي منافسه كبيره ما بين الملاعبيه اللي معناتها اللي هما من يلعبوا في فرق نتاع بلدانهم والفرق الاوروبيه، نسمع في حس المطار، وين الوجهه راضي؟ والله مريم مازلنا كي كمان ستاج مع سيركل بروج، تعرف لهنا عطله شتويه، عملنا ستاج في موناكو، دونك مروحين ان شاء الله، ربي يوصلنا معناتها ربي يوصلكم سالمين. فقط راضي انه تصير الكوب دافريك في جانفي في اول العام، نعرفوا اللي كل عام معناتها، ومع نعرفوا لو شامبيونا اوروبيان اللي بعد لا تريف ايفرنال يرجع توا في جانفي، يقلق هذا؟
يقلق برشا، خاصة الفرق الأوروبية يعني الشامبيونات في أوروبا ما يخفوش، يعني عندك أنت خاصة شامبيونات أنجلي، خاصة يعني شفنا معناتها الليست نتاع اللاعبية اللي باش يمشيو لأفريقيا أكثر من 40 لاعب من مختلف الفرق، فما فرق يعني على فرق تخسر 6-7 لاعبية جوارات معناتها لاعبية معناتها أساسيين، هذا يخلي معناتها القلق من المدرب، يخلي قلق من الإدارة، ولكن يعني اللاعب الإفريقي بصفة عامة يحب يمشي يشارك في كأس أفريقيا، لأنه يعني أجواء كبيرة ياسر، يعني يمثل البلد نتاعه خاصة، وأنا معناتها تعديت على التجارب هذيا، معناتها مشيت من انجلترا ومشيت لعبت يعني في الكوب دافريك، اجواء مختلفه، اجواء كبيره ياسر بالرغم هي في الشتاء، ولكن تعطي دافع كبير ياسر للعب. راديو جعادي لا بيان سور من الناحيه الايجابيه فما جانب سلبي جيماجين من بعد وقت اللي ترجعوا معناتها ليزيكيب نتاعكم اون اوروب. ما نحكيوش على الريسك نتاع لي بليسيور، اما نحكيو على رجوع اللاعب يعني من كاس افريقيا، فما ممكن نوعا ما ارهاق، ممكن يخسر بلاصته يعني كاساسي، الفرق يستقبلوا يعني هي سايكونسيد مع البريود نتاع ريكروتمون، دونك الفرق تعزز الفريق ليكيب جوارات، دونك هذوما كلهم سلبيات ويخليه ممكن اللاعب يخسر بلاصته ممكن. بون توكا هذه قراءه باش فسرها لنا على الاقل راضي جعادي. نرجع معاك للمنتخب راضي، وين ترى حظوظ المنتخب في مجموعته؟ قادرين نمشيو بعيد في النسخه هذه؟ المجموعه نتاعنا يعني انا بورتي كيما نقولوا، معناتها مجموعه في متناولنا. صحيح معناتها صحيح حكينا على المستوى، ولكن تونس دائما وغالبا ما ورينا اللي نجيو يعني نكذبوا ظن الكثير من العباد اللي تقول تونس ماهيش حاضره، تونس معناتها ما عندهاش شانس باش تتعدى اكثر من 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 نقولوا لويتيام ممكن، ولكن يلزمنا ناخذوها ايتاب بار ايتاب، ماتش بار ماتش. عندنا وليدات، عندنا جروب مزيان معناتها اكيليبري في كل كومبارتيمون، معناتها في التراه عندنا ملاعبيه دي ليدر، ونعملوا على ليدر سورتو الجوارات اللي عندهم اكسبيريونس، والملاعبيه الصغار يتبعوا. نعمل ياسر على اللحمه نتاع الملاعبيه لا في دو جروب معناتها في وسط الستاج، نعمل على معناتها سورتو ريزيليونس، معناتها نحكيو على الادابتاسيون ولا لي كونديسيون، تعرف انت تو كي نمشيو نلعبوا معناتها في الافريق سبساريان، حتى ولو تحضر تقول اوكي باش نمشي حاضر، اما ما تعرفش عليه منين تجيك، اربيتر، جمهور، تيح بيكا رومبان، هذوما كلهم ينجم يخرجوك من كونسنتراسيون، تنام موش باهي، صبت برشا شتاء تنام زين، هذوما كلهم حاجات اللي نجم يخرجوا الملاعب خاصة اللي موش متعود بالاجواء هذيك، يخرجوه من التركيز، لازم نركزوا 100% نكونوا حاضرين لكل شيء وما نسيبوش لاخر دقيقة كيما عملنا في الدورات اللي قبل. مالغري اللي نحن طموحنا وطموح الشارع التونسي نحبوا نهزوا كوب دافريك اخرى بعد 20 سنه الحقيقه صافي لونتون صافي برشا 20 سنه، ولكن ما نحبش نحط برشا ضغط، نحب نشوف يعني ايكيب نتاع تونس واضحه في اللعب نتاع الكره، واضحه في التكتيك نتاعها، واضحه في الوقوف نتاعها، واضحه معناتها في لي دو ترانزيسيون اوفنسيف ولا ديفنسيف، معناتها فما ليكيليبر وفما يعني لعب نتاع كوره، اون اكسبلوات معناتها لا كاليتي نتاع اللاعبين اللي موجودين كوسوا في الملوتيرا كوسوا القدام، ونشوفوا يعني نعملوا جو، نحن التوانسه نحبوا نتفرجوا على كوره باهيه ومزيانه وبيان سور. زيد الجزيري كان يقول المفيد نربحوا توا. المفيد نربح هو شوف نحكيو على الدور الاولاني، صحيح زياد يعرف زياد دون 2004 نحن البريسيون اللي عشناها في الماتش الاولاني، العباد ما زالت تتذكر معناتها خيبه الامل نتاع 94 كان تفكرش، دونك دخلنا برشا خوف، دخلنا برشا خوف نلعبوا كونتر معناتها اون ايكيب ماهيش معناتها لا غروند ايكيب افيك تو مي ريسبي، اما خايفين من رواحنا وخايفين معناتها من الستريس اللي تحط علينا والبريسيون اللي تحط علينا، وجو كومبخون زياد دونك ما نحبوش نحطوا برشا بريسيون على الايكيب تاعنا، نحبوا نربحوا
اما زاد نمشيو ما غير عقد، ما غير كومبلكس، ولا نلعبوا برشا ديفونسيف ونحبوا نلعبوا، نحبوا نشوفوا معنا التأكيد تكسبلواتي الكيب تاع تونس الكيب تاع العادة. دونك في هذا الإطار راضي جعد، وهذه كلمتك، كان عندك رسالة توجهها للإطار الفني والملاعبيه، تقول لهم؟ أنا أشوف معناتها كما توانسة الكل نتمنى لهم يعني تورنوا كبيرة ياسر، رزلتا معناتها مش متوقع، على خاطر الكل معناتها وني كما قولوا واقعيين بصفة عامة، نعرفوا اللي فما برشا كيبات قاعدة تلعب على مش تلعب على لقب، ولكن تونس دائما عنا لي شانس نتاعنا، خذوا لابورتونيتي اللي باش تجو خذوها، العبوا ما غير كما قلت معناتها ما غير عقد، ما غير حتى خوف، وان شاء الله ربي معنا، ان شاء الله نحن ديما تونس ديما موجودين يعني في السنة الأفريقية. شكرا لك، ميرسي بوكو رافي، ميرسي بوكو رافي جعادي على هذه المداخلة، ميرسي على كل اللي قلتوا، ان شاء الله مربوحة لتونس بيان سور، احنا مازلنا معكم حتى النص نهار.